ومن على يسار المنصة بالخطوة السريعة المتزنة لتقديم عروض احترافية في فن الكوكسول بدون باستخدام الحرفة وفي فن الدفاع عن النفس. تعمل هذه الفنون على تنمية القدرات البدنية للمقاتلين. إن كل واحد من هؤلاء ذكي الفؤاد، مشدود العزم، وبالشدة تروض النفس على المقاومة العنيدة. نحن سادة هذه الأرض الطاهرة، فلا راية تعلو فوق رايتنا ولا صوت يعلو فوق صوت مدافعنا. المربع الأول باللون الأسود فيقدمون عرضاً في فن الكونغفو. إن التدريب على تنفيذ هذا النوع من الحركات القتالية من شأن رفع جاهزية الفرد للقتال. هذه نفوس الظالمين سماً يمزج بالرهب، واهزز نفوس الجامدين فربما حي الخشب. شباب عاهدوا الله. جزائر! جزائر! لا يرحم! الشباب إذا نما بطموحه جعل النجوم مواطع الأقدام، والذين أرادوا إبراز مهاراتهم في القتال المتلاحم. وسطر على هام الزمان بأننا أهل الكرامة والأعز قبيلة، ونحن الذين إذا ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلة. عنصر الإنذار والمراقبة والذي يعتمد على النظر المباشر للمبنى مبرزين قدراتهم البدنية، وبأمر من قائد الفصيلة واستفادة من النيران الكثيفة لعنصر الإسناد والقناصة المطوقة للهدف، يندفع أفراد عنصر الاقتحام يمين سيادتكم باتجاه الهدف المعادي. يقومون بنصب الكمائن وإحكام القفل والمراقبة الدقيقة للمسالك التي يمكن أن يفر منها المجرمون ليتم القضاء عليهم بالنيران المركزة. أما الآن وعلى ساحة العرض ومن مداخلها الشمالية يشق أكثر من 1000 طالب ضابط عامل من أبناء الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين بالخطوة السريعة المتزنة كمثل الحمم من أعالي الجبال في صورة متناغمة مع
من الأبيض والأحمر والأخضر لتقديم حركات جماعية تعكس جودة التدرب الاستثنائية لتتقدم الخريطة النجمة والهلال تتوسطهما شعلة الفداء والتضحية يحيطهما جدار بشري من مستخدمي السلك الطبي هذا الجيش الأبيض الذي سخر ولا يزال يسخر كل إمكانياته البشرية والمادية لمحاربة وباء فيروس كورونا عيون ساهرة أصابع على الزناد ألسنة رطبة بالدعاء إلى الله أن يحفظ بلدنا من كل مكروه رب اجعل هذا البلد آمنا إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير وطني 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 غالي الثمن روحي مالي نفسي بدني وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن إني أنا الباني قلاع كرامتي بحديد عزمي لتختتم بعد ذلك مراسم حفل التخرج باستعراض عسكري تحت أنغام الموسيقى العسكرية لفرقة الحرس الجمهوري تتقدم مجموعة والعلم متبوعة بتشكيلات الطلبة ضباط العاملين من التكوين الأساسي والتكوين العسكري القاعدي المشترك واستعراض في القفز المظلي ليتابع بعدها السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني من خلال شاشة عملاقة البث المباشر لتمارين بيانية نفذت من طرف القوات البحرية متمثلة في تحرير رهائن على متن سفينة ومساعدتهم بعد اندلاع حريق على متنها في ختام العرض هيا طائرات القوات الجوية للجيش الوطني الشعبي تمر لأداء تحية الله